يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السفر بالقرآن إلى الدول الكافرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. إلى أرض العدو المحارب، العدو المحارب الحربيين، أما العدو المهادن والمعاهد وأنت بتحتفظ بالقرآن ولا تضيعه معه لا بأس، تنحرم من تلاوة القرآن تأخذ معك وتحتفظ به. نعم، يقول فضيلة والمعاهدون ما يعتدون عليك ولا يعتدون على المصحف بموجب العهد. نعم.